الواحد يبكي بدموع الدم على تونس وعلى شبابنا. احنا مثلا توانا 46 سنه صاي شوفاش نخمم، انا مثلا نخمم في بناتي مستقبل بناتي، شنو باش ننتظر؟ شوف تبارك الله الخضر لهم، والله العظيم شوف تبارك الله جيل مصلي على النبي، شباب مصلي على النبي، عليه هكاك حكموا لهم مستقبله عليه، وهما تعرفي الكرهب توصلهم، الدنيا الكليكة عندهم، الكرهب، السفر، الطيارات، الفلوس، فندق، وهي توا كيما هذايا أمه طلع عليه راي كاري وكارين ولا حاجة وبوه جيب الشهرية، لا يخدش لك سيرفاتمون باهي كيما العباد. لا يخلط تقعد لك بحق، والله مانيش راني اسمعني راني مانيش مجامله ولا حاجه، لا خط شي يقهر، والله نقسم بربي العزه ربي فضلك شي يقهر. تعرف عليه يبدا شاهي باش يشري سيرفاتمون كل عباد، يبدا شاهي سامحني يبدا شاهي يحب يشري سبيدر كل عباد، خاطر انا نشوف من روحي نشوف في بنتي انا، خاطر يبدا ريت يشهى باش يقعد في قهوه كل عباد ويشوف مثلا واحد باش يخلص عليه دينار قهوه، شنو تحسيه الطفل هذاك؟ هذيك الدينار شنو تحس فيه؟ امه تبدا تخبي من هنا تجي تخبي له حاجه باش تشري له تجيه فاتوره الضوء من هنا تسكها، يا وليدي في بالي باش نشري كل غالب جيه الضوء اللي يقصوه عليا، يا بناتي الغالب جات فاتورة الماء، يا بناتي حاني باش نخلص الكري، يا بناتي هاو مرضى فلان، يا بناتي هما كل شيء عندهم. أنا قريت وخرجت سيزيام ماني سكوندير، مخي مسكر من القراية القراية الله غالب حشاك بهيمة. والله لا نفهم هلا غالب. هاي كي واحد مخ ما القراية ما يدخلش مخ شنو نعملوا له؟ نطيشوه؟ يوصلوا الجامعة. نقطروه، نقروه نعملوا تكوين مهني كما قبل، وياخذ شهادة ويدخل سامحني ويدخل في الجيش يقرا. يولي بخدمته، وفروهم القروض خليه يعملوا مشاريع ونصبوا عليه، مش تعطيه يعمل مشروع من هنا تعطيه قرض من هنا اوب تجي تخلص ما تخلصش فكوله، لا اعطيه موله واصبر عليه عامين ثلاثه خليه يقف على ساقيه بالكدا، منها يفيد يفيد البلاد ويفيد روحه وزيد يخدم معاها عباد اخرين، خليه يقف على ساقيه ومن بعد نحن في الكورونا سامحني في عود ثم عباد ريت الكريم تاع الحوانت والقهاوي والديار ما سلموش، عبد ما قاعد في الدار وكورونا وهي تخلص، الفاتورات نتاع الضوء والماء يا ربي راني باش نتقهر، عباد قاعده بطالوا جايتهم بعد الكورونا فاتورات نتاع الماء والضوء، عليه؟ اللي عباد في بلدان اخرى الماء والضوء ما يخلصوهوش، الكاتوفيل اللي جاينا بلاش نخلصوا فيه. نقسم برب العزة نقسم برب العزة باهي سامحني انا على غال انا ما رفعتش اللوجه لخدمه، قسيت بدينا خديت النقل بدينار وانا طلعت المترو ما عنديش، نقسم برب العزة العادي شدي كونترول والله بلاش. هاي شنو باش نعمل؟ خارج بلاش خطرتيني نخلص 25000 حلي هانا ما عندناش، يمشي يلوج في خدمه راه ما عندوش فلوس في جيبه باش يمشي يلوج الخدمه باش يخلص النقل ولا واحد، ماشي يلوج في خدمه كي يلقى خدمه ويخدم يولي يخلص المترو ويخلص الكار، كي هو ماهوش يخدم كي هو يطلب حق سيجارو كي هو ساعات عشاها قاعد يعمل كسكروت بالهريسه والواحد، اما حسبي الله ونعم الوكيل في اللي شدوا الحكم 10 سنين ولا قديه راهم تعرفي قهروني. انا ليت اللي كان جات عندي سلطه ونقسم برب العز وخلي يعملوا لي اللي يحب صاي انا من لخم يعني نشدهم تعرفي نشدهم تعرفي ريتي نشد الحكم يشدهم قسما بالله هكا ماذا بيا قيس سعيد يرحم والدي ماذا بينا ريت يحسبهم ريت نشوفوهم قدام عينينا يجبدهم الدوسيات الكل اللي سرقوا والديار والكرهب كلهم يجبدهم وترجع للشعب ويحط والديهم الكل في بوشوشه ماذا بينا ريت الشباب يشدها سرق مسكين يمشي يحط هو يسكر شي همك فيه يسكر لا تحط في والديه في الحبس انت هيك ما انتم تضربوا في الكوكو تضربوا في الدنيا كليك ينسكر من الدمار ينحك الاخر نحك باش نشجع فيهم راهو اما هو حرام عليه يدخل الحبس وانت كي تسرق لاخرين كطوبيل ولا سسمه يرشق على الراقصات في الراقصات يرشق عليها بالفلوس الفلوس الشعب يرشق عليها واحنا كان مسكين واحد يشدوه طفله يحكوا في قهوه والقاد بتاع تعريف مع اني اخوتي في الامن ونتشرف به اما يعملوش لحرام كي برشا عبيت فهمتني ثم برشا حرام ثم برشا ولاد حرام حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اما الاكثر السياسيين غلبوا علي وكيلهم ربي وحسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل وان شاء الله ربي بقى عليها من الستر شبابنا يا ربي حني وبقى عليها من الستر وان شاء الله يا ربي حني اللي جاي خير.